النهارده جايين عشان نعرف ايه الفكرة؟ ليه بنروح في القناة جديدة او قناة سويس جديدة؟ ليه وايه العائد منها؟ ايه مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس؟ ان شاء الله احنا هنعمل عرض تقديمي، هنحكي لكم من اول ابتداء حفر قناة السويس القديمة، وايه هو مشروع التنمية، وايه هو حفر قناة السويس الجديدة، وايه الرابطة ما بينهم، عشان الناس تبقى من جواها مقتنعة بالعمل اللي بيتم. كان ممكن جدا نفضل زي ما احنا، واحنا بنحقق اكبر دخل في مصر. احنا داخلين السنة دي خزانة الدولة 37 مليار جنيه، 5 مليار و323 مليون دولار. لكن لو احنا قعدنا مكاننا ولم نطور نفسنا، هنلاقي قنوات بديلة ظهرت في المنطقة، العالم كله بيجري واحنا مش عايز اقول محل اكسر، لا اكتر من محل اكسر. لازم نفكر في المستقبل.